النهارده النادي الاهلي اعلن بشكل رسمي تغريب محمد مجدي قفشه لاعب وسط النادي الاهلي، ومش عايز اتكلم على اي اسباب، لان الاهلي في الخبر اللي نزل على السوشيال ميديا او على الحسابات الرسميه للنادي الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا، قال لك ايه؟ قرر الجهاز الفني الفريق الاول لكره القدم توقيع غرامه ماليه على اللاعب محمد مجدي قفشه وفقا للائحه، زي ما حضراتكم شايفين كده ايه على الشاشه. فاكتر من كده مش هنتكلم، احنا قناه رسميه، اكتر من كده مش هنقول. ده المعلن من قبل النادي الاهلي واحنا ملتزمين بيه، والنادي الاهلي طبعا اعلن كده، اكيد في التزام من اللاعب نفسه واكيد في تركيز منه ان خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله الامور تكون افضل من كده، ايا كان ايه الاسباب، ايا كان ايه الاسباب، وان شاء الله باذن الله هو عنصر مهم من عناصر فرقه النادي الاهلي، والاهلي محتاج لكل لاعبيه المميزين ان شاء الله باذن الله يكونوا داعمين لصفوف الفريق في التحديات المختلفه.